يا معاودين هسه انتو تخافون علينا من كورونا، ترى احنا راح نموت من الجوع، ما يصير هالشكل، حتى راتب تقاعد ماكو، الله ما يقبل تقاعد هم انطونا، كنا ناخذ 2 بالشهر 3، هسه اليوم 3 ماكو، 4 ماكو، 10 ماكو، يعني شلون نموت من الجوع؟ انتو خايفين علينا ولا على نفسكم؟ ترى ما يصير هالشكل. الله يعينكم. اي والله ترى حرام هيجي، راح نموت من الجوع، راح نموت، لا راتب لا فلوس لا شيء، هسه انتو خايفين علينا؟ انطونا دقوا كل باب، انطونا 250 500، ما يصير هالشكل. ما يصير هيك يا ابني، 14 نفر احنا وهذول جوارينا، 14 نفر عندي اني بالبيت بين يوم ويوم، 5 كيلو طماطه زين، المسواق 750 هالساعه، 75 الف والله هسه السواق تجيت هاي المسواق ياته زين، اني بين يوم ويوم اي والله ما يصير، 14 نفر احنا، والولد هذا يعرف، هالولد هذا يعيشنا اني وخواته، شفتوا؟ زين شفتوا يا ناس؟ خايف علينا من كورونا؟ ترى احنا راح نموت من الجوع، ما يصير الشكل، حتى جار ما عندنا، ما يصير. انا من نار 3 ايام، بالقران من نار 3 ايام، انا حلفت، وهذا الخضر الياس، وهذا القيلاني مو كاظم، وهذا القيلاني الملح اللي بعد، راح ادب نبط على روحي اذا ما يسوي لي حل. يا معود. راح ادب نبط على روحي. يا معود. وحق الكعبه. ما ادب نبط على روحي. تحصل عصق ومو تحصل مال قليل. ما خليت واحد ما ناشد. والله زين انت تحكي تصيح، مو انت مريض. مو تعبت. استاذ محمد علي كاظم ذاك اليوم منه، خلف الله عليه اشترى لي العلاج. لا تحكي يا سبية يا اخوي. والله يعني واحد راح يحرق نفسه بالنفق، شلون؟ والله العظيم يا امام ما عندنا. الله يكون بعونكم. بالقرعة يا امام داين واروح اتزوج. والله يا عم يا اسلام يا دنيا داين وراح اسوق، هاي المره داين اسوي والله العظيم انطت لي فلوس، رحت اسوق وجيت هسه كل شيء ما عندي بالبيت والله بالعباس اخذ يلا كل شيء ما عندنا، اي ما يصير ارحمونا شويه، ارحمونا ارحمونا شويه، يرحمكم الله من فوق، يكافي على هالظلم هذا شفناه كافي، مو متنا من الجوع والله قمنا به حتى ما يبغى غرض ما بنتزوج، ما عندنا منين هسه سلاكي فارقه والله ما عندي بالقران ما عندنا. الله يسعدك شجيه.